الدودي يا الدودي، وما أدراك ما الدودي. هذا الوزير اللي عزيز عليه يخطف الأضواء في كل وقت وحين. من بعد ما دار البوز بسانيدا وحليب سنترال، داز ثاني للبوطة باش الناس والصحافة يخرجوا تاني يتكلموا عليه ويتفكروه ويرجع تاني للأضواء، وخرج بتصريح تيقول فيه بأن البوطة غادي تزاد ثمنها بخمسين درهم. شحال تيستعمل جوج بوطة ثلاثة؟ نزيدو 100 درهم الى 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 مضر من 100 درهم، راه هادشي الناس غيتي غتزاد غتزاد ب 50، البوطه غتزاد ب 50 درهم، وغاد ندعموا ان شاء الله داك الطاقه الشمسيه بالنسبه للشوفو تسخين الماء. وملي الخبر دار بوم وانتشر وخلق جدل كبير، رجعت لي السيد داودي وخرج في مواقع وقال بانه لا راح احنا كذبنا عليه وبان الخبر راه غير صحيح. اللي تيزيد شويه في الكلام تيبيع مزيان، الكذوب تيتباعو، المعقول ما كيتبعش. اذا كاين اللي خاصو يزيد شويه ويخوف الناس باش الناس يمشيو يفتحوا له داك الموقع ديالو، باش ما فتحت الموقع راك هو راه رابح، يدير لك شي عنوان كذوب غير باش انت يجبدك باش تمشي تفتح الموقع. ما تفتحش داك الموقع لان داك العنوان الا كان كذوب بلا ما تفتح له تعاونوا ثاني فتح الموقع ديالو. والحقيقة أن الدودي هو اللي عزيز عليه الشر دائما نفس الكلام، لأن نفس الهضرة قالها هادي عام باش ينفي بأنه ما كانش شي زيادة في البوطة. ما كاينش زيادة في البوطة حتى قبل 2020، قبل 2020 لأن ذاك الرقم اللي غادي يكون بالنسبة لكل مواطن ما يوجد حتى 2019، إذا ما كاين حتى شي حاجة. هو الدودي تينفي اي زياده في ثمن البوطه، ولكن ركزوا معايا، تينفي اي زياده قبل 2020، يعني راه الزياده في البوطه كاين مستقبلا. واش غتولي ب 75 درهم، واش 90، واش 120 درهم، هادشي اللي مازال ما عرفناش. الدودي وخوتو تيقولوا بانه ملي غادي دار المخطط ديال السجل الوطني باش يعرفوا شكون هما الفقراء في المغرب، عاد ديك الساعه غيتحل المشكل، والفقير زعما غادي ياخذ البوطه بثمنها، مع العلم انها اصلا كتبع لينا ناقصه في الوزن، يعني فيها ديجا غش. اما اللي لاباس عليه فهو اللي غادي يولي ياخذها بثمن جديد. هادشي علاش ما قالوا خوتنا؟ ماشي كاين الاولى يديروا العكس، يعني يحسبوا الاغنياء لانهم هما قلال باش يعرفوهم، وهما اللي غيبداو يبيعوا لهم البوطه بثمن غالي، ويخليوا الباقي ديال الشعب اللي هو اصلا فقير يتقاتل مع الزمن. ماشي كان المفروض يكون العكس؟ ثم شكون اللي يضمن لنا اصلا ان هذا النظام غادي ينجح؟ وماشي من الوارد يفشل كما فشلوا انظمه قبل منه، بحال مثلا بطاقه الراميد اللي كانت دارت اصلا زعما باش يوفروا التطبيب والصحه للمواطنين الفقراء، في حين انهم ساكن اغلبيه الفقراء دابا راه مازال ما كيستافدوا لا من صحه لا من تطبيب لا من والو. ثم اجي نرجعوا ثاني نتصنتوا شويه شنو قال لنا الدودي في موقع الدار. واش المغرب دروك غير ديال عام ولا ديال عامين؟ هادشي تراكم 60 عام وبغيتينا تجيني انا نحل لك المشاكل في شهر. اللي الضرر يجي نعطيوه بداك 50 درهم البوطه صافي، الا ضريتي غدا غتسجلي وتاخذي 50 درهم ولا 100 درهم يا صافي. السيد داودي تيقول ماشي مشكل، اللي تضرر من ثمن الزياده ديال البوطه يجي يتقيد وياخذ ديك 50 درهم ولا 100 درهم. يا كسيدي جاتك ساهله هذه، زعما حنا هما قطر لاباس علينا، ولا دوله الفاتيكان اللي هي اصغر دوله في العالم وفيها غا 1000 نسمه، ولا زعما حنا في قسم ولا في مخيم اللاجئين؟ ما فهمتش كيفاش يشوفنا الدودي. راه هذه بلاد السي فيها 35 مليون ديال بنادم، و 90% فيهم تقريبا مزاليط الا ما فراسكش، وشوف كي دير تعطيهم 50 درهم، وحنا غير 100 واحد من اللي بغاو يفرقوا عم المساعدات في الصويره كان طايح اكثر من نايض. الدودي كل شويه خارج في فيديو مصدع علينا راسنا بمخطط الطاقه الشمسيه، لا حكى الناس يديروا الطاقه الشمسيه ما الطاقه الشمسيه. واش كتحبك السيد الدودي؟ الناس كلهم بحالكم زعما عندهم شقق هول ستاندينغ ولا عندهم ديور ملك ولا فيلات ولا تعويضات على السكن بحال اللي عندكم؟ ايوا واللي كارين واللي مشاركين غير في دار وحده واللي ساكنين كاع غير في البرارك شنو غادي يديروا؟ والاسوء منهم اللي ساكنين في القرى النائيه اللي اصلا ما كتوصلهمش البوطه دابا حاليا غير بشق الانفس ب 66 شيفه، وكتوصلهم ديجا غاليه، يعني ما كيشروهاش بحالنا ب 40 درهم لان كتزاد عليهم الفاتوره ديال الترونسبور. شنو غادي يديروا ديك الساعات مساكن هما؟ قرى يحتاج الوصول اليها 5 ساعات مشيا على الاقدم، شروط الحياه تبدو شبه منعدمه، اناس يفترشون الارض العاريه، يعيشون تحت أكوام من الحجارة تعلوها الأكياس البلاستيكية، أطفال يصابون بأمراض يجهلون أصلها، وأباء عاجزون لا يعرفون ما يفعلون. سي الدودي راه خصو شويه يسكت وما يبقاش يتفلى على الشعب بهذا الكلام اللي كل مره تيخرج به يقولوا في الميديا. راه الواقع لا يمت بتاتا نصرا لداكشي اللي كتقول السي الدودي، باش تقول لك انا غتعوضهم ولا تعطيهم دعم مباشر راه لا يعقل. ثم واحد الحاجه ضروريه الا بغينا نطبقوا حنايا ديجا هذا النظام هذا، راه خصنا بعدا نقضيو مع الفساد ومع الرشوه ومع المحسوبيه باش نضمنوا بان غيكون عدل.
كاين هادشي ولا ما كاينش؟ وعلى ما كيبان لي واقيلا المغاربه خصهم دابا يفكروا في البديل على البوطاغاز، حيت راه في كل الاحوال غتزاد غتزاد، ما دي ما فيهاش. واصلا حنا عندنا اغلبيه البوطات متهالكه، يعني راه كاين البوطه اللي عندها 15 عام حتى 20 عام في عمرها. ديجا هي راه المشكله راه قنبله موقوته، خصنا واقيلا نبداو نفكروا نطيبوا بالفاخر، واخا هو براسو غادي يتزاد في الثمن ديالو لان الاقبال غيولي عليه كثير، ولا نبقاو حنا كاع ناكلوا الشلايض وداك الماكله اللي ما كتحتاجش الطياب ونوضو نايضين، ولا حتى شي جينا مليح نسينو تيجي الصيف عاد نبقاو نطيبوا في الكوكوط هكا في دوك الصهودات الشمس، ولا حتى شي جينا مليح نصومو كاع حنايا وناكلو وندوشو مره في الشهر ونقتصدو شويه على جيوبنا، ولا حتى شي جينا مليح نموتو كاع باش كلشي يتهنى. التشاؤميه ديال والو. السلام عليكم.